امتهن الإخراج واعتبره طريقة لبث رسائل فحواها النهوض بالوطن والمجتمع. إنه المخرج نيازي الكشي. أحب الإعلام ومارسه رغم محدوديته في عدن، فصار من أشهر ممتهنيه تصويراً وإخراجاً، وأوجد لنفسه طريقاً إبداعياً خاصاً لا يعرف اليأس، ويحلم فيه يوماً إثر آخر بالتطوير والرقي في مجال عمله. إنه المصور والمخرج نيازي محمد أمين الكشي. العمل الأساسي اللي أنا أشتغله هو إخراج، لكني أعمل في مجال التصوير، والحمد لله يعني أقيد التصوير إقادة تامة، أشتغل مونتاج برضه، لكن كما يقولوا الهواية أو اللي نعتبرها الوظيفة المحببة لي هي الإخراج بشكل كبير. لكن مع الوضع الموجود فلا بد أنه احنا يعني في أثناء بعض الأعمال وكذا ممكن أنزل مصور، يعني ما يمنعش أن أنا المخرج أنزل أصور بعض الأعمال أو أشارك بعض الأعمال مع غيري كمصور. مثلا في بعض التقارير الإخبارية، كأنه في الفترة الماضية كنت أشتغل مع قناة الكويت، كنت مصور، فكنت أنزل مصور، فما في عندي أي إشكالية في هذا الاعتبار أنه الوضع مفتوح. بدأ نيازي الكشي التصوير مع نهاية تسعينيات القرن الماضي مع الجمعيات الخيرية لإبراز شيء من حقيقة المعاناة التي تعيشها الكثير من الأسر الفقيرة في عدن، وأخذ الأمر يتطور معه من مجرد هواية إلى مهنة واحتراف. مع إدراكه بأن الإعلام رسالة، حمل نيازي الكشي قناعته وبدأ ببث رسالته عن طريق التصوير والإخراج إلى الناس، آملاً في وصولها بالشكل وعلى الهيئة المطلوبة. أول ما مارست التصوير كنت مارستها مع أحد الجمعيات الخيرية، كنت دخلت معهم باعتبار أني مصور أحب مجال التصوير، فكانت الوضع كان في تلك الفترة ما زال التصوير شيء غامض، ما حد دخلوا فيه، وبالذات في الجانب الجمعيات الخيرية وكذا. فحبيت أن أنا أبرز الأعمال التي تشغلها الجمعية بشيء من الحقيقة، وإظهار أنه الوضع يعني في بعض الأسر وبعض الحياة الفقيرة تعيش حياة مأساوية، لابد أن احنا نظهرها، وفي نفس الوقت أظهر ما تقوم به الجمعيات والمؤسسات الخيرية من فعل خير للناس. فكانت هي هذه بادرة العمل حقي، والحمد لله تطورت تدريجيا واحد بواحد. يعني بدأت أنا حتى ما دخلت في مجال التصوير كانت عبارة عن هواية فقط، لكن الحمد لله بدعم برضو من المؤسسة اللي أنا اشتغلت فيها، كانوا يحاولوا أنه يعني مدام أنك تشي تصور ممكن أخذوا لي بعض الكاميرات، أخذوا أشياء، حاولوا أن يعطونا دفعات من المعنوية أكثر ما هي مادية، لكن الحمد لله نهضت في بي وبدأت أخذ العمل باتجاه أنه والله هذا هو الآن العمل اللي لابد أن احنا نمارسه بشكل كبير جداً. يسعى نيازي الكشي دوماً إلى إنشاء موطئ قدم له بين مئات الإعلاميين في اليمن عامة وعدن بشكل خاص، في محاولة منه لحفر بصمته المميزة وإيصال أهدافه المرجوة. حاول أن أنا أكون لي قدم أو بين أقدام الإعلاميين الموجودين في عدن سواء أو على في اليمن بشكل عام. أحاول أن أبرز بعض الأعمال، طبعاً في إعلاميين كثير لهم أعمال كثيرة، فالمنافسة يمكن تكون كبيرة، لكن أنا ما أحاولش أن أدخل بالمنافسة بقدر ما أنا أحاول أن العمل الذي أنا أحطه تكون له بصمة، له هدف، له يغير شيء في المجتمع، وهذا هو المهم بالنسبة لي.
أخرجت الحرب التي شنتها قوات المخلوع صالح وميليشيا الحوثي مكنونات الإبداع لدى نيازي، فكان الفيلم الوثائقي دواعش عدن الذي أظهر كذب مرتكبي الحرب وأبرز بشاعة ما حدث. من أهم الأعمال اللي شعرت أن أنا قدمت شيء للمجتمعي بشكل كبير كان هو عملين. العمل الأول هو دواعش عدن، بالذات بعد الحرب الذي حصلت لعدن وما حصل فيها وما كذا. أنا ومجموعة من الشباب، طبعا هذا كان بدعم من محافظة عدن، من ديوان المحافظة، قمنا بإنتاج فيلم وثائقي يتكلم هذا الفيلم عن ما حصل في عدن في تلك الفترة، فترة الحرب، وكيف هذه الحرب الجائرة غيرت مكنونات عدن، استهدفت الأطفال، استهدفت النساء، استهدفت المنازل، استهدفت الآمنين في المنازل، وما حصل خلال تلك الفترة إلى أن انتهت الحرب، ومن هم يعني التصور اللي كانوا حاطينه أنه عدن فيها دواعش وأنه هذا الفكرة اللي نحن حاولنا نحن نجسدها في هذا الفيلم، بأن من هؤلاء الدواعش التي يتكلموا عنها والذي يذكرونها في عدن في عدن في عدن. كنا الدواعش هم موجودين، هم عبارة عن أطفال ونساء، وهم هؤلاء الذين يقتلوا في عدن أو تهدم منازلهم. يفتخر نيازي بفيلم الجوهر الذي حصد المرتبة الثالثة في مسابقة أقامتها دولة قطر العربية، حيث ناقش الفيلم الجوهر الحقيقي للإنسان وأن الأخلاق الحميدة غالبا لا علاقة لها بالمظهر الخارجي. فيلم الجوهر أنا شاركت فيه في مسابقة في دولة قطر، وكان فضل الله علينا أن احنا حصلنا على المرتبة الثالثة في الفيلم من ضمن المتسابقين، تقريبا 10 متسابقين 10 مراتب، كانت احنا حصلنا على المرتبة الثالثة. الفيلم يتحدث عن الأخلاق، وأنها الأخلاق ليست مظهر للإنسان، يعني أنت الإنسان لا تحكم عليه على مظهره، وإنما ما مكنون في قلبه. الإنسان قد يكون في مظهره مثل ما نحن نقول عندنا في عدن وكذا، إنسان هبز مثلا نحن نقول. اتساع مجال صناعة الأفلام الوثائقية في عدن حلم يراود نيازي الكشي دائما، وبأن يكون لتلك الأعمال أهداف سامية تدفع المجتمع والوطن نحو الأمام.